السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله غادي نشوفوا بعض الأنواع ديال المولدات الكهربائية، وغادي نشوفوا إن شاء الله القيمة ديال التيار الكهربائي اللي غادي يقدر يولد لنا كل مولد كهربائي. إذا نبداو بهذا الحجم هذا. ننتقلوا لهذا الشكل هذا. كنشوفوا على أنه كيعطينا 14 فولت 15 فولت. غادي نحاولوا نشوفوا هذا النوع هذا اللي كيتوفر على هذا التروس. فهو بكل سهولة، يعني مجرد دورة صغيرة، فكيعطينا كنشوفو على أنه كيعطينا أكثر من 12 فولت. والموضوع ديال الحلقة ديال اليوم فهو هذا، فهاد المولد الكهربائي فهو كيقدر ينتج لنا اكثر من 220 فولت. كنشوفو على انه كيشتغل، فهذا خديناه من السخان. كنشوفو على انه كيشتغل من 220 فولت حتى 240 فولت، كيعطينا 3 حتى 3.6 ديال الدورات في الدقيقة. نحاول نستعملو هاد السلك هذا، وغادي ندورو غادي نشوفو شحال من فولت غادي نقدرو نحصلو عليه انطلاقا من هاد الدينامو أولا هاد المولد الكهربائي. إذا غادي نحاول نشدو هاد الشكل. فكنشوفو على أنه وصل لتلتمية، أكثر من 300 فولت. كنشوف على انه فتنا 300 فولت، 235 فولت، 300 فولت، 400 فولت. غادي نحاولوا نربطوا هذا المولد الكهربائي بواحد المصباح ديال الليد اللي كيشتغل ب 220 فولت. كما كنشوفوا هنا 240 فولت، يعني 220 فولت. غادي ناخذ المصباح ديال الليد، غادي نوضعوه في المكان ديالو.
إذا نحن كنحصلوا على 220 فولت أو أكثر بكل سهولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.